أسماء السعادة مع الأستاذة أسماء الهاشمي من 2 حتى الخميس من 6 ل 7 على راديو بلوس. السعادة قريبة منا، تنعيشوها ولكن ما حاسينش بها. وعودة إليكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم مرة تانية، والناس اللي تحقوا بنا مساء الخير. إذن معكم برنامج أسماء السعادة، وموضوع اليوم اللي هو الثقة في النفس. الثقة في النفس، وما أدراك ما الثقة بالنفس. إذن الأرقام في انتظار، يعني تفاعلات ديالكم، تجاربكم، أسئلتكم، كلها مفيدة بالنسبة باش تغني البرنامج وباش نكونوا يعني تفيد الآخرين. تشارك التجارب طبعا هو شيء مهم، وتيجي عنا يعني نمشي أكبر لو أننا فقط اكتفينا بالتجربة ديالنا الشخصية. وعيد الأرقام 0-25-66-66، 0-25-66-67 و 0-25-66-68. أرحب بالمخرج اللطيف اللي معايا في هذه الحلقة، الأخ عماد. إذن موضوع الثقة في النفس هو موضوع طبعا كبير، وكما قلنا ما غاديش نشوفه في حلقة أو اثنين. طبعا موضوع مفيد جدا، وهو اللي يعني لو عندنا الثقة في النفس تنكون عندنا المسائل تتكون سهلة. إذا عندنا أول تدخل ديال مؤمنة من الداخلة، ما شاء الله الداخلة. ألو، السلام عليكم. أهلا 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 من الداخلة، فرحت بالمكالمة ديالك بصراحة، أول مكالمة عندي من الداخلة. لا حاليا أنا في كازا. أوكي، ولكن أصل من الجنوب. طيب مرحبا بك للا مؤمنة. الله يبارك فيك، أنتي بخير وعلى خير. الله يبارك فيك للا. الحمد لله، لا تبارك الله، برنامج زين ما شاء الله تبارك الله. الله يخليك، شكرا جزيلا. الحمد لله، إذا راديو بلس كاملة زينة، والله العظيم فيها الاستفادة كاملة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. وكان خيم على واحد المسألة عديد، واللي في الصباح يزيد هذيك النهار فاش توفى ذوك الناس، النهار كله دار الاغاني دينيه، حيها الله والله من هذا المنبر. ما شاء الله عليه، مزيان تحياتي للكامل للمخرجين ولا للصحافه كامله ذي راديو بليس، والله الا حياهم الله. شكرا جزيلا لله. كلمي اليوم عن الثقه. الثقه في النفس لالا مؤمنه، شنو عندك انت بالنسبه لك الثقه بالنفس؟ بالنسبه لي الثقه في النفس هو الانسان اللي كان صادق في الكلام ديالو، في المعامله ديالو، يعني الصدق، يتكلم بصدق ويعامل الناس بصدق، وما يعني يكون مصالح مع ذاته ومع نفسه. مصالح مع ذاته مع نفسه، يعني هو يكون صادق مع نفسه. نعطيك انا يمكن فهمتك هادشي اللي بغيتي تقولي، ونقوله انا بشكل اخر، يمكن هو تيتسمى هادشي لانتيغريتي، يعني داكشي اللي تتفكر فيه تديرو وقلت تقولو تديرو، ياك؟ وانت مقتنع به؟ طبعا مقتنع به، يعني ماشي فقط فكرتي فيه وبقى في راسك، فكرتي فيه ودرتيه، وايضا يعني قلتيه ودرتيه، ماشي غير هضره عاوتاني والسلام. لا لا، الانسان يفكر صاحب المثله كما نقولوا حنا، يديرها واخا يفشل فيه، يكون طيق في نفسه، يكون طيق في راسه، يقول درتها، ما صدقت. يتحمل المسؤوليه ديال الاخطاء ديالو. طبعا حنا بشر تنديروا الاخطاء، او البشر كله يخطئ اكيد. الانسان ما عمرو كي اللي كيدير واحد المثله ويتفشل وما يعاودش يجي يقول لك صافي انا راني فاشل وانا راني درت ودرت ودرت، لا، الانسان زين يثق في نفسه. فعلا الانسان لو كان صادق مع نفسه وكان صادق مع الاخرين من خلال انه تيتحمل المسؤوليه ديال الافعال ديالو، ومني تيدير شي حاجه يقول لك انا درتها، وما يبقاش يتمسح ولا يجي من مور شي حد او يقول لك لا ماشي ديالي، هذا طبعا انسان ما تيقش في نفسه. اكيد صح أكيد. صح صح، ايوا حياك الله. شكرا جزيلا، وما تخبرش علينا، مره شارك معنا، مرحبا بك في اي وقت برمجكم. شكرا مرحبا. شكرا اخت مؤمنه، شكرا جزيلا. اذا شفتي فعلا الانسان اللي تيقف نفسه، هاد اللي الشراك ديال الاخت مؤمنه تيقول لنا بانه يعني هي تكلمتنا على السلوك ديال الانسان اللي عنده الثقه في النفس. السلوك ديالو هو انسان يعني صادق، داكشي اللي تيفكر فيه تيقولو تيديرو، فهذه طبعا شيء جميل. ثم انه يعني يتحمل مسؤوليه اخطائه.
فأكيد أن الإنسان اللي ما تيتحملش مسؤولية الأخطاء دياله أو أنه دايما تلقى الأعذار عند الآخرين، فطبعا هو ما يمكنش عنده الثقة تكون في النفس. لذا أنا تنقول دائما الأمهات حذاري أساسا في التربية، مسائل تتكون في الصغر تتجعلنا أننا نعلم المسؤولية للأطفال. ما تبقاوش تضربوا الطبلة وتقولوا لولدكم أنت ضربتك الطبلة، لا قولوا ولدي أنت اللي ضربتي الطبلة، الطبلة جماد لا تتحرك. فإذا دائما نحاولوا ما أمكن نبهوهم أن يعني يتحملوا طبعا قرارات ديالهم. عندي مشاركة أخرى غادي ناخدوها، ورسالة صوتية في الواتساب ديال الأخ سعد. السلام عليكم، تحياتي أستاذة لك والجميع المشرفين على البرنامج. أبدأ في صلب الموضوع، تحدث عن الثقة بالنفس. الثقة بالنفس أنا أشبهها بحال شي ميزان. ميزان إلى زاد على الحد ديالو كتسمى غرور، وإلى نقص كتولي عدم الثقة بالنفس، وهذا مشكل خطير. نحاول نكون متوازنين في العلاقات ديالنا بيننا وبين أنفسنا وبيننا بين الآخرين. يعني اش بغيت نقول، بحال شي ترمومتر يكون عنده واحد لو روبير انو با دي باسي، ما خصوش الا دي باس داك لا ليميت ديالو كيتسمى كما قلت غرور، والا نزل من داك المستوى الطبيعي ديالو كيتسمى عدم الثقه بالنفس. والثقة بالنفس كما كت يعني كما كيدل على المصطلح ديالها، الثقة بالنفس انا كيبان لي هو واحد توازن نفسي بين الانا العليا وانا السفلى. اذا كان واحد التوازن اللي هو طبيعي، الامور كتمشي على احسن مرام. ولا وقع واحد اون بيرتورباسيون اسو نيفو، كيولي واحد ديكالاج، كما الا طلع بزاف داك الديكالاج كيتسمى الغرور، وإلى هبط كيولي عدم الثقة بالنفس. يعني نحاول دائما نبورني ونعطيو دي بورنا ولا ديزانترفال لهاد الثقة بالنفس، ديما نعيشو التوازن النفسي بيننا وبين أنفسنا وبين الآخرين. وشكرا لك يا أستاذة. إذا كانت المداخلة ديال الأخ سعد، وطبعا تنطلب منكم أيضا اللي عندكم تدخلات خليوها لنا في الواتساب ديال البرنامج اللي غنخليو لكم في اللايف، لكن لا بأس من باش نذكروا بالنسبة للمستمعين اللي ما متبعيناش في اللايف، هو 06-62-02-79-09. أعيد 06-62-02-79-09. فطبعا دائما تنعلن على الموضوع في نهاية الحلقة، فاللي بغى يدير التدخل وما غيكونش عنده الوقت باش يعيط لنا مباشرة في يعني في الحلقة، ممكن يخلي لنا رسالة صوتية، وطبعا غندرجوها إلا كانت مهمة وغتفيد غندرجوها طبعا في البرنامج. إذا الأخ سعد كلمنا على شي حاجة مهمة اللي هي الميزان. يعني هو تار الانتباه ديالنا على ان الثقه في النفس مزيانه ماشي قبيحه، طبعا بالعكس مزيانه، غير هي خاصها واحد الترمومتر او واحد الميزان. الا فات واحد الحد تتولي غرور طبعا، ولا كانت يعني ناقصه على واحد المستوى تتولي طبعا اشكاليه الثقه في النفس. فهنايا خاص كيفاش الانسان تيلعب حياته كلها باش يبقى في ذاك ما يعني في الحد الادنى والحد الاكبر، يعمل راسه مربع ويعرف راسه فين تيلعب في الثقه في النفس. هذا ولا لان طبعا الانسان ما يمكنلوش يقولوا كما تنقولها ما كاينش خط وصول في التنميه الذاتيه ونقول راني وصلت حتى في حاجه، كاين هذه القضيه حتى في حاجه، فما يمكنش نقول راه صافي انا وصلت للثقه في النفس، ما كاينش هاد المساله هذه. طبعا الثقه في النفس ما دامت هناك الحياه غادي ندوز بعض المراحل، ربما غنشعر بواحد الثقه بالنفس ناقصه، غادي تجي واحد مسائل في الحياه تشعرني بانني عندي تايق في نفسي، فطبعا هي كعضله خصني نبقى نخدمها، وطبعا خصني نبقى نغديها مزيان. السؤال دابا كيفاش نغدي الثقه في النفس؟ كيفاش غادي ندير باش يمكن لي نغدي الثقه في النفس وانني ننميها؟ او لو مثلا عندي في الحد يعني في الحد انا كيفاش نطلع منها؟ هذا السؤال هذا الجواب ديالو على حسب انا التجربه ديالي وعلى حسب هذا الشيء اللي تنقول، هو انه دائما كاين عوامل خاصها تكون عندي باش يمكن لي تكون عندي هذه الثقه في النفس. كل ما زادت القفه ديالك
انا دائما الاصدقاء اللي تتبعوني تعرفوا شنو هذه الخبر القفه، يعني كل ما زادت الثقه ديالك، يعني كل ما زادت ديك القفه ثقلا باليات تجعلك انك تصرف بالحياه بشكل هادي وبشكل مزيان وبسهوله، فغتقول ليش باش عامره ديك القفه بالسلوك والاعتقادات الى اخره، وهذاك التصرفات اللي تدير اليومية إلى آخره راه هي العادات ديالك اليومية هي اللي تجعل السلوك ديالك، وداك السلوك ديالك هو اللي غيأثر في القدر ديالك غدا. فبالتالي يعني باش نقولها دائما، حذاري من الفكرة التي ستصبح فعل، والفعل سيصبح عادة، والعادة ستصبح سلوك، وسلوكك سيحدد قدرك أكيد، لأن اليوم أنت شريف اللي فيه هو سلوك البارح اللي أثر فيه باش وصلت اليوم. فإذا إلا بغيت نغير يعني الأمور ديالي إلى أحسن من بعد، شنو خاصني ندير؟ خاصني نغير بعض السلوكيات والعادات. فنشوف ديك القفة عندي شنو هو المسائل اللي ربما تتحد من الثقة في النفس ديالي، ونشوف كثيرا ما أرى يعني بالنسبة للأشخاص اللي تنشوف التكوينات واللي تيجي عندي الكابينه إلى آخره، كاين العامل ديال الخوف. يعني الخوف هو شيء يعني طبيعي وإنساني، ويعني لا هرب منه، أكيد تنخافوا، هو شعور يعني طبيعي ما خصنيش نهرب منه يعني، ولكن خصني أنني نحلل شنو هذه القضية اللي تتخلعني أو تتخوفني، ونحاول أنني نمشي ونلقى لها حلول. فعودة إليكم أصدقائي وموضوع الثقة في النفس، يعني ما يعني شنو السلوكيات ديال الإنسان اللي خصو اللي تتكون عنده ثقة في النفس، والسلوكيات ويعني كيفاش خاصة كيفاش أننا نكتروا من ثقة في النفس، وكيفاش أننا نبعدوا على السلوكيات اللي تتحد من ثقة في النفس. عندي تدخل في الواتساب ديال الأخ عيوب تقول تحية أستاذة غالية والطاقم التقني إلى أخ، من أسرار الثقة بالنفس التي أطبقها على نفسي هي أنني أصارح نفسي بالسلبي والإيجابي، نعم، وأتقبل الأمر في كلا الحالتين، قراراتي ألتزم بها كونها إيجابية، ربما إذا اقتضى الحال سلبية وتبقى المخاوف بين قوسين رغم أنني أصارعها لكن أؤمن بها. فعلا أخ أيوب عندك الحق، كما قلت الخوف شيء عادي، فضروري أنه الإنسان يعني يكون طبعا الشعور بالخوف ويحس بأنه هو عادي جدا، يعني شعور إنساني وشعور عادي جدا. هو الإنسان كما قلنا يقلب على المسائل اللي تتخلعه واللي تتحد طبعا من الثقة دياله. إذا عندنا مستمع وفي البرنامج سي عبد القادر دو خريبقة. سي عبد القادر مساء النور. اسماء كذا انا خويا لاباس عليك، في امان الله. سعاده واسماء الهاشمي جوج خطره واحده. إيه داكشي اللي كاين. مرحبا بك. كل بخير لاباس عليك. الله يبارك فيك. عندكم شي ريح وشي شتا في خريبقه؟ في كاين كاين عندكم تنتو؟ لا كان الصباح كان الشتا ملي كنت خدام الصباح كان الشتا، ودابا شويه ما كاين دابا لا، دابا الحال شويه الحال صافي. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. أمطار الخير إن شاء الله. أمطار الخير الحمد لله، تجي تصفي الشوارع وتصفي القلوب إن شاء الله. إن شاء الله. أختي بالنسبة للموضوع ديال اليوم ديال الثقة في النفس، كيف أنا هضرت معك الأسبوع اللي ماضي. إيه. بالنسبة للثقة في النفس، أنا بالنسبة لي عندي أنا فائق طاكسي. إيه. وبغيت وعندي الثقة في نفسي، بغيت نغير، بغيت ندير واحد التجارة، بغيت ندير عندي محل، عندي كراج في الدار، بغيت ندير فيه محل ديال التجارة. وما زعمتيش. باقي دابا كنتردد. خصك دير الدراسه ديالك ضروري اكيد. بالنسبه للدراسه زعما بحال خاص تكون عالم على الحرفه وتكون الماكينه ديال يعني هذا المشروع اللي بغيتي تقوم به، خاصك باش الثقه، باش طبعا الثقه في النفس مهمه، انك تكون يعني قادر تقول واش انا نقدر نبدا شي حاجه جديده، ولكن عقلها وتوكل. يعني الانسان خصو يمشي يقلب شنو غيدير هذه الحرفه الجديده ويشوف راسو واش غيفهم فيها. دابا انت كنتي سائق طاكسي، عندك الكفاءه ديالك في المجال المهني، عندك في السياقه، وعندك يعني كيفاش تتعامل مع الزبون الى اخره. طبعا السائق ما عندوش غير السياقه، راه عنده تعامل مع الزبون الى اخره. فاذا هنايا هذا العمل الجديد اتندر غيكون فيه التعامل مع الزبون ايضا اكيد. هي المقول غادي تتعامل عاوتاني مع الكليان. مع الكليان يعني طبعا بحال حيت غادي اصدقاء عندهم
عندما كنا بالدارجه الحوانت وكنكون رايح معاهم وكشي سميتو قلت انا ربما هذه الحرفه حيت ما فيها لا لاكيس ولا حتى والو وكنتقدم في السن قلت اللهم ندير تكون شويه مريحه بالنسبه لك وعلاش لا معلوم الا خاصك غير تعرف زعما تعرف وتشوف حتى هو المساوئ ديال راه كل حاجه فيها مزيانه ديالها والخايبه ديالها. انت خاصك قبل ما تبدا هذاك المشروع ولو انا احب نتكلموا في المشاريع وداك الشيء يوم الاثنين يعني دابا انت ولكن نشوف احنا من ناحيه الثقه بالنفس ديالك يعني انتيا دابا خصك فقط يعني تشوف الامور اللي خصك تعرفها يعني مثلا هذاك المشروع واش خصني من غير التعامل مع الزبون اللي انا تنعرفو حيت انا في السياقه تنعملها هذاك الشيء شنو خصني نعرف واحد اخر انا حتى ما عنديش المعطيات هذاك شنو غادي نبيع شنو غادي فاش غنبيع ونشري منين غادي نتقدى شحال غيكون راس المال شحال غادي يكون هذا شحال غيتسناو عليا اللي غادي يعطوني السلعه هذه كلها معطيات مهمه خصها تكون ألم بها نكون تنعرفها باش نقدر نزيد معقول عندك صحيح وخصني عاوتاني حتى ندير فهمتي ندير عاوتاني المشاكل ديال شنو هما المشاكل نسول دوك صحابي على الزينه والخيبه ما يمكنش راه اي حاجه فيها الزينه والخيبه سي عبد القادر كنت صافي معايا معقول هو دابا بالنسبه لهذا الشيء كيكون ديال العشره بالنسبه عشان كيتشكوا منه هاد الاصدقاء ديالي هو الكريدي تيجيو الناس يبغيو الكريدي واختي راه كاين الناس راه هكذاك باش راه كاين شي بلايص وشي اماكن وشي شي مسائل ما يمكنلكش تبيعهم بلا كريدي. معقوله واختي بالنسبه للمعامله ديال الطاكسي مع الزوانه معامله حسنه باش غنشكرك راسي ولكن وراه باينه فيك السي عبد القادر المعامله الحسنه انا عارفه بانك انت هذه الكفاءه عندك تبارك الله دابا هذه ما هذه انا ما خايفاش عليك منها انا اللي تنهضر على الحرفه الجديده سيدي ديك السلعه منين غتشريها واش خصها تستوكا واش خصها واحد الوقت معين باش خصها تتباع ولا خصك فهمتي هذا الشيء كله خصك واش شي حاجه اللي تتكال ولا شي حاجه اللي ماشي هذا فهاد الشيء هاد المسائل هذه اللي خصني اللي بغيتك تشوفها وتبحث مزيان واللهم يسر اللهم امين شكرا شكرا الاثنين ان شاء الله شي حلقه اخرى ان شاء الله موضوع اخر مرحبا بك مرحبا بك شكرا مرحبا بك اعانك الله شكرا صديق دائم البرنامج مرحبا بك اذا الثقه في النفس كما قلت يعني شنا باش تزرعها باش تزيد منها هو الكفاءات الكثيره علاش كل ما زدت تعلمت في الراس شي حاجه جديده انا تنقول النهار اللي ما تعلمتي فيه شي حاجه راه ضاع من حياتك فاذا كل ما زدتي شي حاجه جديده كل مره كتتعمر وتتغني ديك القفه ديالك كل مره راك شاعر براسك راك قوي علاش لان انا عندي السوارس عندي الربعه والسته والثمانيه تنجبد داك الشيء في الوقت المناسب ومع الشخص المناسب سواء في التواصل سواء في شي حاجه طالبه واحد التقنيه ما راني عرفتها فكل ما كانت يعني كثرات الكفاءات ديالي والتقنيات ديالي كل ما طبعا تكون عندي الثقه في النفس كبيره لان المسائل اللي ممكن تجعلنا ما نمشيوش نتعلموا شي حاجه جديده او من هو الخوف الشيء الوحيد الذي يحطمنا ويجعل الآخرين يستغلوننا هو الخوف أو الخوف بعض الأحيان الناس تتخاف من والو تتخاف فقط لأن ما بغاش تخرج من هذاك الريزو دو كونفور يعني داك الشيء اللي موالمة عليه خاص هذاك الشيء اللي معتادة عليه ما تخرجش عليه فلا ما يمكنش راه ما يمكنلكش تعلم شي حاجة جديدة إلا ما خرجتيش أساسا من داك القوقعة ديالك اللي أنت فيها كل يوم إذا في الحياة خصني دائما مرة ندير تجارب جديدة اللي ممكن نزيد فيها نعرف على الكفاءات اللي عندي حيت بعض الأحيان عندك كفاءات مازال ما عرفتيها كاع فما يمكنلاش تخرج إلا لجات الفرصة لذلك فلما عطيتيهاش فرصة ما عمرها ما غتخرج فبإتقان أشياء أخرى هذه طبعا وطبعا هذا الشيء ما فيهش فقط الشجاعة فيه أيضا عدم الكسل الشخص اللي كسول وما باغيش يدير واحد الاجتهاد ما يمكنليش نقول له بأنك راك تدرب الثقة في النفس طبعا خاص الاجتهاد فقط يعني الاجتهاد والعزيمة والثبات على العقيدة باش يمكن لي نخدم وباش يمكن لي نبدا يعني نكمل في هذا البروسيسوس ديال لابرونتيساج اللي ديال التعلم اللي ما غيتكملش غيتكمل بنهاية الحياة ما دمت انا عايش كل حاجه تنزيدها كل نهار تنتعلم شي حاجه جديده هاد العاده ما بقاتش صالحه ليا تنزولها تنحيدها هاد المساله زوينه تنحاول نخدم بها مزيانه فاذا هاد القضايا كلها مهمه باش يمكننا تزيد تغني
الثقة في النفس. دائما تنقول بأن الثقة في النفس هو شيء يعني تيسر الأمور في بزاف المسائل، في العمل ديالك، في حياتك الزوجية، في علاقتك مع الآخرين إلى آخره. فهو شيء مهم، وخصنا نربي ولادنا على الثقة في النفس، على أساس أننا ما نقمعهمش، نحاولوا دائما أنهم نشجعوا المسائل ديالهم ونعلمهم يتحملوا المسؤولية، وما نبقاوش يعني هاد مؤخرا تنشوفوا هاد الفشوش بزاف واللي زايدوا على القياس. راه ما خصنا الاعتدال، وانه يتعلم يدير المسائل ديالو باش يكون عنده تايق في نفسه. راه دابا الاولاد تنشوفهم اول يعني وصلوا واحد سن ديال 17 18 سنه، وبعد الاحيان تيمشيو يدرسوا في الخارج، وتنشوف الامهات ما عارفينش كيديروا لهم، واش يصيفطوا معهم شي حد باش يقوم باللوازم ديالهم الى اخره. طبعا هذه مساله، فكيف تريدين يا سيدتي ولا يا اخي، كيفاش هذا السيد بغيتي يكون تايق في نفسه وهو اساسا يعني باقي يعتمد على الاخرين في يعني مسائل بسيطه جدا. ما تظنش يعني عندي تدخل ديال في اللايف ديال الاخ اللي تيقول لي سي احمد، سي احمد الطاهري تيقول لي الثقه في النفس تكون عند واحد مني يكون عنده واحد عنده مليار في الكونت. لو كان الامور سهله وكان ممكن نشريو فعلا في شي مكان معين الثقه في النفس، كان بزاف الناس يمكن ربما من يحتاجوا واحد لقطه يشريوها. لا، مع الاسف اخي ماشي الفلوس هما اللي تعطيو الثقه في النفس، وهذا الغلط يوقعوا فيه بزاف الاشخاص، انهم تيظنوا انهم يعني المهم هو الفلوس، وان داك الفلوس هو اللي تعطيك داك الثقه بالنفس. لا، تعطيك بعض يعني ربما تتعطيك واحد السهوله في الحياه ربما، لكن ما تتعطيكش الثقه في راسك. فالثقه في النفس هو انك ما تكونش محتاج الآخرين، لكن ممكن يكون عندك فلوس ومحتاج المثقف ومحتاج الإنسان الحرفي ومحتاج بزاف ديال الناس باش يخدموك، لأنك ما عندكش كفاءات وما عندكش يعني معرفة في بعض الأشياء، فما يمكنش تجيب الناس يتعاملوا مع الناس بلاستك إلى آخره. فطبعا ثقة في النفس ماشي شي حاجة اللي ممكن تشرى، ماشي حاجه ممكن تشرى، وماشي شي حاجه اللي يعني تعطيها الفلوس او تعطيها العائله او تعطيها. لا، يعني ماشي حيت انا غادي نكون في عائله معروفه الى اخره كنت تايق في راسي. لا، الثقه في النفس تكون من خلال كما قلت لك درتي تحديات من الطفوله، تيبدا داك الشيء، انك عملتي بعض التحديات وتنجح فيها، فهاد المجموعه ديال النجاحات وايضا تعلم الاخطاء هو اللي تيجعلك عندك واحد يعني واحد الحساب ديال الثقه في النفس. فبالتالي الثقه في النفس يعني كما قلت لكم ماشي شي حاجه، او نقول حساب يعني تيكون عامر وممكن ينقص، ممكن يكون كريديتور ولا ديبيتور، ما يمكنش. راه قلنا ما كاينش الوصول ما كاينش. اذا عندي ايضا تدخل في الواتساب ناخذو. السلام عليكم، تحياتي للطاقم التقني ديال راديو بلوس والاستاذه. معكم سعيد ويس من مدينه الدار البيضاء. الثقه بالنفس هي من اهم السمات الشخصيه التي تحدد حياه الفرد وتوافقه مع ذاته ومع مجتمعي، وهي تقبل القدرات التي منحها الله للفرد والرضا بها والتكيف معها. ويمكن وصف الثقة بالنفس على أنها نوع من الأمان الداخلي الذي يعتمد على ثقة الفرد باستعداداته وإمكاناته ومهاراته ومدى تمكنه من تنفيذ أهدافه وثقته الذاتية بإمكانية تحقيقها. شكرا الاخ سعيد على هذا التفاعل ديالك. فعلا دونك هادشي اللي قلت انه الانسان تحديات والكفاءات، الا ما كنتيش انت يتايق يعني كاين حوار صدق مع نفسك وعارف بان عندك القدره ديال شي مسائل خدمتي على الى اخره، راه ما غيمكنلكش تشري هذا التصور في شي بلاصه واحده اخرى. ممكن على اين تكذب على الاخرين، وبعض الاشخاص تيبانوا يعني تايقين في نفسهم لكن هو فعلا ما تايقش في نفسه. فبالتالي كما قلت لكم هذه تتبقى حوار داخلي مع نفسك، ما يمكن لكش تكتب على نفسك. فبالتالي دائما نحاول يعني كما قلت الخوف مسألة عادية، الحاجة اللي تتخلعني أو بغيت ندير شي حاجة جديدة كما تكلم عنا الأخ، بغيت ندير شي حاجة عادي وأكيد أنه عندي واحد الخوف، ولكن الخوف من تيفوت واحد الحد ديالو وتيولي أنه تيجعلني تنولي مكبل وما تنقدرش نمشي للقدام، فهذا أصبح مرضي. يعني ناخذ ما يتم يعني نعقلها وتوكل. يعني الانسان يعمل ما لا يتم به فواجب، خاصني نكون دائما نقوم بالمسائل اللي خصها دار، ومن بعد
الكمال على الله سبحانه وتعالى، ما يمكنش 100% ما يمكن ليش نخدمها كلها. اذا عندي مكالمه، مكالمه من لاله خديجه من الدار البيضاء. الو الو، اهلا لاله خديجه. وي السلام عليكم. مرحبا لاله خديجه، اول مره تتصل بينا البرنامج. تقطعت المكالمه لاله خديجه، نعاودوا تعاودي تشاركي معنا ان شاء الله، احنا باقيين على الخط واحد 10 دقائق. اذا مرحبا بك. الثقه في النفس كما قلت هو داك المجموعه اللي عندك، داك القفه خصك تحاول ما امكن تغنيها بالتجارب اللي تجعلك انك تمشي للقدام وتكون ما يعني بالمغربيه ديالنا محزم، يعني موجود، انا موجود، يعني شنو كاين، شنو خصو ما يدار. اول حتى تمشي ندوز يعني لونتروتيان، بغيت ندخل واحد الخدمه جديده الى اخره، وهذه ممكن تكلموها طبعا في الحلقات ديال اليوم الاثنين تنتكلموا عليهم في مجال العمل الى اخره. ففرق كبير ما بين الانسان تيجي يقول لكم انا موجود، شنو خاصكم، اللي بغيتو ندير معكم غادي نمشي، هذا هو الفرق ما بين الانسان اللي غادي يقول لك عافاك خدمني، عندي الوالده مريضه الى اخره. اذا انا كاين اشكاليه حتى بعد، ومن بعد غادي نهضروا على بالنسبه كيفاش نوجدوا هاد الموعد ديال العمل وهاد لونتروتيان وهذا كيفاش غادي يدير، لان كاين بعض الاخطاء تيقوموا بها الاشخاص يعني عن غير علم او عن غير درايه. فطبعا الانسان او رب العمل تيقلب على انسان اللي غادي يربحو، وطبعا خصو يكون تايق في نفسه او على الاقل تبين له بانه تايق في نفسه. اذا كما قلت العضله ديال الثقه في النفس غادي نبقى نخدم عليها ونخدم عليها من خلال كل مره نخرج من داك المحيط ديالي اللي انا موالم عليه، وندير شي حاجه جديده كل مره، ونتعلم شي حاجه جديده ولما لا، وندخل سواء في حياتي الشخصيه او سواء يعني في الهوايات ديالي الى اخره، ندير معارف جديده الى اخره، وهذا الشيء كله هو اللي تيغني الشخصيه ديالك وتيجعلك تايق في نفسك، والحساب ديالك ما تيهبطش على داك الحد الادنى اللي تيوصل تولي مشكل. وما طبعا خصك ايضا ما تخليش يفوت داك الحد الكبير ديالو باش يصبح غرور، وطبعا غادي يخليك طبعا ايضا ما تنجحش. فالقضيه هو انك كيفاش تلعب ما بين داك الحد الادنى والحد الاكبر، كيفاش غتلعب تما باش يمكن لك دائما يعني هذاك الكونت ديالك، هذاك الحساب كيفاش تبقى تغنيه باش يبقى دائما عنده العدد الكافي من السلوكيات او التقنيات اللي تخلي الثقه في النفس دائما تكون عندك في واحد المستوى جيد. اذا كما قلنا تكلمنا على الفلوس اللي ماشي هي اللي غتعطيك الثقه في النفس طبعا، ولا ماشي الفلوس وماشي الاشياء وماشي العائله وماشي النسب وماشي هذا. الثقه في النفس هي امر شخصي، ممكن نلقى واحد بنى راسه براسه ودار تجارب ونجح ومشى بعيد الى اخره، بس يعني على ود عرف انه يخدم على الثقه في النفس. وعودة إليكم أصدقائي. إذا قبل ما ندوز لتمرين الحمد، كاين عندي تدخل ديال الأخ داودي مهوب، تيقول بأن الثقة في النفس هي مسألة تربوية واجتماعية، لا أعمم، ولكن البعض من الكل لا يبالون بالواقع، دائما يبررون الأخطاء بأجوبة تبعدهم طبعا ما وقع، لأن ذلك لن يرضيهم، فيأتي ذلك كما ذكرني من الخوف والأدهم من ذلك، فهو أنانية وتكبر. أكيد كما قلت هذه السلوكيات اليومية هي اللي تتجعل أننا إذا الموضوع طبعا كبير وما يمكنش كما قلت نساليه في حلقة أو حلقتين. الخميس القادم إن شاء الله نتكلموا في الثقة في النفس، وغادي نمروا للتمرين ديال الحمد. إذا بالنسبة للإخوة اللي التحقوا بنا اليوم، تمرين الحمد هو أن كل واحد في بلاصتو غادي نفكروا في ثلاثة الأشياء، وطبعا الحمد لله عليها، وغادي نحاولوا أننا بهذا التمرين اللي هو معروف عالميا بتمرين لا غراتيتود، غنحاولوا طبعا نجيبوا الطاقات الإيجابية وغادي نحيدوا السلبية باش نبداو أمسية سعيدة إن شاء الله. إذا الأمر الأول، نفكروا كاملين في الأمر الأول، الحمد لله. الأمر الثاني، الحمد لله. الأمر الثالث، الحمد لله. إذا الحمد لله عدد أوراق الأشجار، عدد حبات الربال، عدد طبعا الحمد لله كثيرة وأبدا. إذا المخرج يقول لي بركة عليك خرجي، إذا ما سخيتش بكم، تلاقاو إن شاء الله يوم الاثنين ونهاية أسبوع موفقة إن شاء الله. أسماء السعادة،
السعادة عندها أكثر من اسم ومعنى، وربما تكون الصحة بالنسبة لبعض الأشخاص، أو المال، أو البنون، أو حتى الزواج. غالباً هي مجموعة من الأسماء على حسب الأشخاص أو على حسب طبعاً المتطلبات ديال كل واحد. كنا في هذه الحياة تنبحثوا عليها وتنقلبوا عليها وكأنها دائماً بعيدة المنال. الحقيقة أن السعادة قرار تخص مجموعة من الأمور، فهي إذن مش هدف وإنما طريقة للحياة. أسماء السعادة مع الأستاذة أسماء الهاشمي من 2 حتى الخميس من 6 إلى 7 على راديو بلوس. السعادة قريبة منا، تنعيشوها ولكن ما حاسينش بها.